لا لا ما في في شيء بقلبهم اجرينه أحدوه شباب. إذن مشاهد لأثار غارة إسرائيلية على دير بيلا في جرود البترون شمال لبنان، نشاهد حجم الأضرار الذي سببته هذه الغارة والتي توزعت اليوم كما نلاحظ واللافت الغارات الإسرائيلية على منطقة البترون وأيضا على منطقة برجة في إقليم الخروب. لا لا ما في في شيء بقلبهم اجرينه أحدوه شباب أحدوه الصليب الأحمر. ما زلنا إذن في متابعة لهذه المشاهد لأثار غارة إسرائيلية على دير بيلا في جرود البترون في شمال لبنان. لا لا ما في في شيء بقلبهم اجرينه أحدوه شباب أحدوه الصليب الأحمر.